وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قبل البدء نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء، شهداء الإسلام جميعا وشيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، خاصة الطالبين الفاضلين الذين استشهدا هالأيام في معارك الموصل، فنقرأ جميعا على أرواحهم الفاتحة. رواية معروفة وأخرى غير معروفة. المعروفة أن قراءة سورة التوحيد 3 مرات تعدل ختمة كاملة للقرآن الكريم، وغير المعروف أنه لو أضاف إليها واحدة، يعني قرأ سورة التوحيد أو الإخلاص 4 مرات فتعدل ختمتين. الله كريم يريد أن يعطي، فمتى قرأتم الفاتحة ووصيتم بقراءة الفاتحة على أرواح أموات المؤمنين فخل تلحق بقراءة سورة الإخلاص 4 مرات، ومتى ما قرأت الإخلاص أيضا فربعوها على الأقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول جل اسمه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الحديث هذا اليوم يدور في محورين وفصلين حول عالم الأشياء وعالم الأشخاص. أما المحور الأول وهو عالم الأشياء، فنقول أن خصوصية عالم الأشياء أن الإنسان يبدأ بالنسبة إليها، إلى كثير منها، بنوع من التعلق، يبدأ بنوع من التعلق، سواء كانت قناطير مقنطرة من الذهب والفضة أم نساء أم بنين أم سائر أنواع الشهوات، يبدأ بنوع من التعلق بالمال بالمادة، ثم هذا التعلق يشتد ويزداد ويتجذر فيتحول إلى حب، ثم الحب أيضا هو على درجات، يتطور هذا الحب إلى أن يتحول إلى ما يعبر عنه في العلم الحديث بالطوطمية، يتحول إلى طوطم هذا الذي يحبه، ثم يتطور إلى أن يصل إلى مرتبة العبادة والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأشربوا في قلوبهم العجلة، أشرب بكفرهم، يعني ليس بعامل قهري لا إرادي جبري قسري، لا بكفرهم، فهذا الكفر سبب أن حب العجل يشرب في قلوبهم. الشربهم تسمى شربة لأنها تشرب الماء،
الشربة تدرون اللي شايفين الشربة والسامعين عنها. فتارة الشيء يشرب بشيء آخر، يشرب بحب الشيء الآخر. الإنسان مع المادة هكذا. وشايفين كثير من الأطفال أحيانا، بعض الأطفال عندهم من البداية تعلق شديد ببعض الماديات. أحيانا كثير من الأطفال شايفينهم ما عنده تعلق بالمال، بهاي المادة، بالدنانير والدراهم. لكن كلما الزمن مضى تشوف التعلق بهذا المال يزداد ويشتد. يعني يشوف مثلا حاجاته اللي يحتاجها تمشي عبره وتلبى به، شوي شوي يزداد، الآن يتحول المال إلى معبود له. الطوطم هذا مصطلح علمي أدخل للعلم الحديث قبل ربما 100 سنة أو 200 سنة أقل أكثر، وهي مفردة مأخوذة من بعض القبائل التي كانت تستوطن في الولايات المتحدة من الهنود الحمر، فأصل المصطلح من هنالك ويرمز به. وعلى ضوء هذا كتبت ربما الألوف من الدراسات والمئات من الكتب إن لم يكن الأكثر من ذلك. الطوطم عبارة عن رمز أو صورة أو تجسيد، أو قد يكون طائر أو قد يكون حيوان. هذا هو يعد مظهر قدس لتلك القبيلة، يعاد هو الذي يحافظ على مصالح تلك القبيلة، وذاك الذي يعتقدون بأن فيه روحا سارية، وهذه الروح هي التي تشد القبيلة إلى هذا الطوطن. هكذا، وحول هذا جرت الألوف من الدراسات اللي احنا عموما بعيدين عنها الكثير منا، مع أنه قاعد تصنع عقول في الكثير من الدول والكثير من البلاد والعشرات من الملايين من الناس تصنع ثقافتهم. وإحنا لازم يكون لنا رأي وتوضيح ومقياس يتضح به ما هو حقيقة الأمر. وعلى مر التاريخ كانت الدول أيضا تختلف والشعوب. مثلا في الهند البقرة كانت هي طوطمهم، إذا يعبدونها إلى فلسفة. في جنوب الهند الجاموس هو هذا المظهر المقدس الذي هو رمز الحفاظ على البلاد، والروح السارية هي الموجودة فيه. مثلا في أمريكا الشمالية العقاب والدب القطبي وكلب البحر، هذه هي طوطمهم. في أستراليا مثلا الكنغر هو الذي يعتبرونه كالقبائل البدائية، هو الطوطم الذي يرجعون إليه ويلتفون حوله، وهو الذي يوفر الأمن والرخاء والطمأنينة لهم بنفس وجوده برمزيته. ولذا يعتبرون حتى لمسه محرم وممنوع، لأنه كيف تلمس هذا اللي هو مظهر القدس الإلهي مثلا. حس هذه الإنسان أحيانا عندما يقرأها يشوف أشياء نقرأها عن أمم أخرى بعيدة ولا ترتبط بنا، نستسخفها ونستجهلهم ونحكم بجهلهم لكنها لا ترتبط بنا. لكن الذي يرتبط بنا إضافة إلى البعد العقدي هو ما في داخل الأنفس. يعني في داخل النفس الإنسان أرأيت من اتخذ إلهه هواه، آية قرآنية صريحة بعد، مو بالضرورة مصطلح غربي. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، رجل الدين وكل إنسان في موقع اجتماعي متميز يواجه هذه الخطورة بشكل أكبر، خطورة أن تتحول الأهواء مثل حب الرئاسة، حب الشهرة. لأن هذا الإنسان البقال مو مبتلى بحب الشهرة، أما رجل الدين المثقف الكاتب الصحفي ومن أشبه، هؤلاء في مظان هذا الامتحان بشدة، لأنه الشهرة لها بريق والأضواء لها جذابية، وهذا لمسها وهذا تحسسها وهذا أدرك بعض نكهتها. اللي يدرك بعض نكهة الشيء يجذبه إليه، ولذا من همان لا يشبعان
طالب علم وطالب مال. ليش؟ لأن طالب العلم يعرف لذة العلم، أما ذاك الإنسان العامي ما يعرف لذة العلم، لذا لا يسهر الليالي، لكن من عرف اللذة يسهر ويكبد جسده وروحه وفكره ومخه العناء والتعب، أحس بلذة. قد تكون اللذة روحانية، قد تكون رحمانية، قد تكون في الاتجاه الآخر والعياذ بالله شيطانية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، حب الشهرة. إذا الإنسان ما يراقب هذا اللي الآن الجدد يسموه الطوطم الداخلي، يعني حسب مصطلحهم، هذا الداخل في داخله قاعد يتحول فتشي إلى رمز قدس. هاي المنطقة ما حد يقدر يقيسها، يعني إذا تعرض إنسان لشهرة هذا ينفجر غضبه. أما إذا تعرض لمبادئه الكلية هو قد يقول شيئا وقد لا يقول. حب الشهرة، حب الرياسة، حب المال، حب الجمال، وهكذا حب الذكر والشرف وغير ذلك، هذه كلها من هذا القبيل، تبدأ بنوع من التعلق. لذا تشوفون كثير من الناس اللي يجون في السلك الديني، يعني في حقل الدراسة الدينية، يبدأ العمل الرسالي عمره 16 سنة 17 سنة 20 سنة، في بدايته بالفعل كله كتلة من الإخلاص ومن الشوق للعلم ثم الخدمة والعمل الصالح، لكن عندما بعدين يرجع على منطقته وقريته وشوف الناس التفوا حوله وقبلوا يده، شوي شوي الشيطان يبدأ بإثارة وتنمية هذا الأمر اللي كانت نواته موجودة فيه فقط، وإذا به شوي شوي يتحول إلى إله له. أشربوا في قلوبهم العجل، ذاك أشرب في قلبه العجل بنو إسرائيل، هذا الإنسان والعياذ بالله يشرف في قلبه حب الرياسة، هذا عجله الجديد، حب المال، حب الجمال وغير ذلك. عالم الأشياء من طبيعته ذلك، من طبيعتها، من طبيعة الأشياء أن تكون لها المغناطيسية والجاذبية كي يمتحن الإنسان، وإلا إذا الإنسان بالنسبة للأشياء كان كالجماد بالقياس إلى شيء آخر، أي امتحان كان يحدث؟ لعل الملائكة أو أغلبهم من هذا القبيل بالنسبة إلى هذه الشهوات اللي يبدو هكذا، ربما هناك استثناءات أو في بعض المراتب درجات. بالنسبة إلى هذه الشهوات ما عندها هذه الشهوات، ولذا الإنسان المؤمن أعلى من درجة الملائكة بكثير. الملائكة يكونون خداما لهذا المؤمن، لذة المال والشهوات الأخرى فكف نفسه عنها، أما هذا عرف فكف. يقول الله تعالى زين للناس، الحديث حول هذه الآية اللي تتحدث عن عالم الأشياء ربما نتوقف عنده في بحث لاحق طويلا. زين، من الذي زين للناس حب الشهوات؟ شنو المراد بهذه المفردة؟ من هو الفاعل المجهول ها هنا حيث بني الفعل المجهول؟ زين للناس، من هو المزين؟ هل هو الله تعالى؟ هل هو في الاتجاه المقابل الشيطان هو الذي زين الإنسان حب الشهوات؟ هل بوجه الرحمن وبوجه آخر الشيطان؟ هل هو أمر آخر؟ هذا له بحث. زين للناس، ثم التزيين كيف أيضا بحث. زين للناس حب الشهوات، هذا إجمالا فهذا واضح، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، لعلنا نتحدث عن ذلك بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. هذا هو موجز عن الفصل الأول من الكلام. أما الفصل الثاني في عالم الأشخاص، وبدأنا في سلسلة البحوث الماضية بقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقلنا بأن عالم الأشخاص لا ينبغي أن يكون هو المحور ولا عالم الأشياء، بل أن تكون عالم القيم هي المحور، وعالم الأفكار السليمة، وعالم الغيب. ثم قلنا مقياس هذه الثلاثة هو بعض الأشخاص المطهرين من كل رجس ودنس ونقص وخطأ وخطل وزلل وغير ذلك،
ما هو المقياس في عالم الأفكار لكي نعرف الفكرة الصحيحة من الباطلة عندما لا يستقل العقل بها؟ ما هو المقياس في عالم القيم؟ هو أشخاص، هؤلاء هم يجسدون قمة القمة في الطهر، في العلم، في العصمة، في النزاهة، في المعرفة، وفي كل الجهات، وهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، يبتدئون برسول الله محمد إلى أن نصل إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذا السياق قلنا بأن المشكلة الأساسية التي قد تواجه بها مرجعية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم المطلقة، بمعنى أنها تكون مدار القيم ومحور الأفكار وعالم الغيب بهذا المعنى، إليها يرجع. المشكلة الأساسية أنها تواجه بمشكلة الغلو، والروايات الكثيرة التي تتحدث عنهم من هذا المنظار، إحدى أهم الشبهات المثارة قديما وحديثا على مر التاريخ شبهة الغلو. مثلا كيف تقول بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء؟ هذا غلو. كيف تقول بأنهم هم واسطة الفيض؟ هذا غلو. وكيف تقول بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه يد الله مثلا الباسطة، عينه الناظرة وغير ذلك؟ هذا غلو. وكيف تقول بنا فتح الله وبنا يختم؟ وكيف تقول أنهم كانوا أنوارا بعرشه محدقين إلى غير ذلك؟ هذا كله غلو. فمشكلة الغلو، والمشكلة هذه قسمت العالم الإسلامي خاصة العالم الشيعي إلى فريقين من العلماء على مر التاريخ. تارة كانت كفة هؤلاء هي الأقوى، وتارة كانت كفة أولئك هي الأقوى، ولو في بعض المفردات، حتى وصل الأمر إلى أن البعض في المنسوب إليه من أعلامنا يقول بأن دعوة عدم سهو النبي هذه غلو مثلا، إلى أن تصل إلى مراتب عالية كالتي مثلنا بها في البحث الماضي اللي احنا نريد نتوقف. أن بعض الروايات تفيد بأن الصلاة رجل، الصوم رجل، الحج رجل، يعني يرمز به إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الخمر والخنزير والميتة والدم وما أشبه ذلك ما أهل لغير الله به هذه رجال يرمز بها إلى أئمة الكفر والضلال، إلى الطغاة المعروفين ومن أشبههم. بعض الأعلام المشاهير ارتأى بأن ذاك هو من الغلو، وأن هذه الرواية من مجعولات الرواة، من مجعولات الغلات، وليست بالصحيح. إذن المسألة ليست مسألة عادية، من قضية سهو النبي تبدأ إلى أن تتوسط مختلف تلك المراتب التي أشرنا إلى بعضها، إلى أن تصل إلى مثل هذا، أن هذا من الغلو. فما الذي نصنعه نحن الآن؟ الآن نحن نريد أن نعالج مثل هذه المشكلة العقدية، مشكلة الغلو. نقول لا بد من تعريف الغلو. إذا احنا عرفنا الغلو وعرفنا المقياس فيه، عرفنا بأن هذه المفردة غلو أو ليست بغلو، هكذا مو بحث عقلي مجرد. الغلو يعني لغويا تجاوز الحد، عندما يقولون غالى في الثمن، يعني شنو؟ يعني تجاوز حده الطبيعي له، عندما يقولون غلى أو غلت في مهرها أو غالت في مهرها، أو عندما يقولون غلاء الأسعار أو غلت الأسعار، يعني تجاوز الحد الطبيعي المعهود له. وكذلك عندما يقال غليان الماء، فإن الماء عندما يتجاوز درجة الحرارة الطبيعية يصل إلى مرتبة الغليان، لقد تجاوز الحد. فالغلو هو تجاوز الحد ارتفاعا، كما أن التقصير في الاتجاه المقابل هو تجاوز الحد انخفاضا. إذن الغلو مفهوم مركب من كلمتين، تجاوز الحد. إذن لازم نعرف الحد، هذا الحد يجب أن يعرف.
إذا أنت أعطيته لشخص أكثر من حجمه فقد غلوت فيه. إذا الشخص هو مدرس في الابتدائية، لاحظوا يعني كلش بهذه الطريقة الأمر يسهل ويهون معرفة المقياس. إذا الشخص مدرس في الابتدائية معلوماته بهذا المقدار، فأنت قلت بأن هذا علوم البروفيسورية وأساتذة الجامعة فقد غلوت في حقه. إذا الشخص عادل من الدرجة المتوسطة فقلت بأن عدالته قاربت عدالة سلمان المحمدي فقد غلوت فيه. إذن الغلو أن تتجاوز الحد، فلا بد من تحديد الحد. إذا الإنسان قال بأن أستاذ الجامعة هو أستاذ الجامعة، هل غالى؟ لا، لأنه لم يتجاوز الحد في شأن هذا الشخص. إذا قال بأن هذا الطفل هو أستاذ جامعي فقد غالى. إذن علينا أن نعرف حجم الشخص، فإذا أعطيناه أكثر من حجمه، إذا وصفناه بأكثر مما اتصف به فقد غالينا فيه، وبالعكس إذا وصفناه بأقل مما هو عليه فقد قصرنا في حقه. فقد يكون أمر بالنسبة إلى شخص غلو لأنه أكبر من حجمه، وبالنسبة إلى شخص آخر تقصيرا. فعمدة الأمر أن نعرف هذا الحد، وطريق معرفة هذا الحد في الجملة في بعض المفردات العقل. الآن ما أريد أتكلم عن هذا الطريق في بحث النظام الأشرف، بحث فلسفي يبرهن به هذا اللي الآن نقوله. الطريق الثاني هذا بالجملة هو الروايات، الآيات الشريفة والروايات. إذا الآيات الشريفة والروايات صرحت بأن النبي صلى الله عليه وآله له من المراتب هذه المرتبة، هل هذا صار غلو في حقه؟ مثلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا قيل في حق زيد بأنه يوحى إليه فهو غلو، أما إذا قيل في حق النبي صلى الله عليه وآله أنه يوحى إليه فهذا عين الواقع، خلافه تقصير. إذن تجاوز الحد هو الغلو. فالحد علينا أن نستكشفه إما من العقل كما هناك طريق في بحث النظام الأشرف والأكمل، وإما من النقل. فإذا ثبت لنا بالرواية المعتبرة حد من الحدود فالتزمنا به، فليس ذلك من الغلو، بل عكسه من التقصير. إن محذور عقلي فما أكو، هل هناك محذور عقلي حتى في بعض المراتب اللي المشهور ما يلتزمون بها طبعا، هل هناك محذور عقلي مثلا في أن الله سبحانه وتعالى أو فعلي أن يكون قد فوض خلق العالم إلى شيء، إلى شخص حتى إلى نملة، أكو محذور من ذلك؟ أن الله يكون في البداية قد خلق ملكا من الملائكة ثم أعطاه قدرة أن يخلق العالم كله، هذا صار غلو؟ لو فرض جبرائيل خفي ما موضع نملة، الله خلق أو جهاز، خلق الله لنفرض جهازا في البداية وأعطاه من القدرة أن يخلق كل هذه الكائنات، هذا غلو؟ مو غلو، يعني ما بي إشكال في حد ذاته مقصود يعني. فإذا لم يكن هناك إشكال في حد ذاته ثبوتا، علينا أن ننتقل إلى مرحلة الإثبات، نشوف هل دل الدليل على أن الله قد فعل ذلك، أن فوض أمر الخلائق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من غير عزن الله طبعا، هو القائم هو المهيمن، لكنه أعطاه القدرة الطولية لأن يكون هو الخالق لما يشاء بإذن الله. إذا ثبت ذلك ما بإشكال، إشكال ثبوتي ما أكو، إنما الإشكال أنه هل هو واقع بالفعل هذا هو أستاذ جامعة اللي أنت تقول أستاذ جامعة أو لا، غاية الأمر هو هذا. من لم يؤمن بهذا الذي قلناه، لاحظوا القضية ما تقتصر على مثل هذه المرتبة أنه الصلاة رجل أو ليست برجل، تأتي إلى مراتب إذا حكمنا ما نتصوره هو العقل البشري، إذا حكمنا ذلك هي في الواقع تحكيم للأوهام. فإن الأمر ينتهي إلى أن يصل إلى شخصية مشهورة، لاحظوا كلامه معروفة، شي يقول الجامع هو نفس الجامع، لاحظوا جيدا هذه الآية الشريفة في قضية عيسى عليه السلام، هاي آية قرآنية كريمة، أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.
كلها بإذن الله موجودة. لكن المقاييس عندما لا تكون معرفة أن الحدود ينبغي أن تؤخذ من الشارع، أن تؤخذ من القرآن الكريم كما هو نص الآية الشريف، أو أن تؤخذ من الروايات، ماكو فرق. إذا واحد صار بقياس أنه يرى أي شيء ما يدخل في عقله هو يرى فيه غلوة، فحتى النص يضطر يأوله، يضطر أما أن يقول والعياذ بالله القرآن غير صحيح، الرواية غير معتبرة، أو أن يقول بأن الله مو مقصود هذا. شوفوا هذا الرجل ماذا يقول، يقول وكلمات الآية تؤدي هذين المعنيين في لحظة واحدة، أما الشفاء الأكمه والأبرص، والآية صريحة، يعني هاي مو فد لغة غريبة عنا، ولا الله سبحانه وتعالى استعمل مشتركا لفظية، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، والآية كلش صريحة. يقول وشفاء الأكمه والأبرص، فأنا أعتقد عقله هو صار المحور لكل شيء بخلفياته المعهودة، فأنا أعتقد أن الرمز، منو قال الرمز؟ آية صريحة واضح، أن الرمز هنا للإنسان الأعمى الذي لا يستطيع أن يرى آيات الله في العالم من حوله، أما الموتى فهم العاجزون كلية عن الارتباط بالعالم الروحي. هذا يعني أن كلمة الأعمى وكلمة الموتى تستعملان في القرآن الكريم للرمز إلى أولئك الناس العاجزين عقليا عن الارتباط بالعالم العلوي، وعيسى المسيح جاء لشفاء هذا المرض الروحي وليس لشفاء أمراض الجسد. يعني لي عنق النص بالصراحة، لأن هذا المقاييس العقلية عند مقاييس يريد أن يحكمها على النص نفسه أيضا، لأن ذلك في الواقع ليس من مهمة الأنبياء. أما قوله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فالطين رمز للمادة المرتبطة بالأرض، أي للإنسان المرتبط بعالمه المادي، والطير رمز للسمو الروحي. وعيسى المسيح الذي جاء لنقل الإنسان البسيط من عالم التراب والمادة إلى عالم الله الرحب، كان في الواقع يؤدي مهمة أكثر تعقيدا من مجرد صناعة الدماء الطاهرة. انتقل إلى عالم الشعارات والتهريج، كان في الواقع يؤدي مهمة أكثر تعقيدا من مجرد صناعة الدماء الطاهرة. هذا لا يعني أن الله عاجز عن تحقيق المعجزة، لكن المعجزة خلاف العقل، خلاصة كلامه، ولكنه يعني أن الله يحترم العقل الإنساني، فإذا الله سوى معجزة ما احترم العقل الإنساني. تهريج حضارة الغربية، ذول الحداثويين كثير منهم أساس كلامهم التهريج، ما منطق، ماكو منطق، تهريج. لكنه يعني أن الله يحترم العقل الإنساني ويعطيه فرصته لكي يكتشف طريقه بقدرته وحدها بعيدا عن عالم المعجزة الغامض أم شعارات يرميها. هذا يعني أنه يحترم كبرياء الإنسان، فإذا الله صنع معجزة كمعجزة يعني على يد واحد من أنبيائه أو خلقه، فلم يحترم كبرياء الإنسان ولا كرامته، ويترك له شرف اكتشاف الحقيقة بنفسه دون أن يعمد إلى شله بمظاهر المعجزة الخارقة، إلى كلمات الأخرى اللي كلها من أسوأ أنواع الخطابة. إذن علينا أن نرجع للمقاييس. المقياس هو تجاوز الحد، إذا كان هذا هو الحد فهو نمرقة الوسط، إذا كان أكثر أو أقل فهو غلو أو تقصير. أما إذا نرجع، هذا قاعد أقوله لأنه حتى في بعض كلمات فقهاء أن هيك تعبيرات قد سرت من دون إشارة لا قريبة ولا بعيدة، أنه في بعض القضايا الرواية صحيحة، رواية صحيحة، يقول هذا العقل ما يتحملها، العقل ما يتحملها، هل يلزم تناقض؟ هل يلزم دور تسلسل معقول؟ لكن عقلي ما يتحملها، كثير من الأشياء العقل لا يتحملها. وقد رد بعض الأعاظم بعض الصحاح الروايات بهذا العنوان، هل يعقل أنه الإمام يقول هالكلام؟ وليش لا يعقل؟ هل هذا العقل بخلفياته بمحدودياته محيط بكل الكون بأسرار الكون
بخفايا الكون بعظمة المعصومين عليهم السلام؟ هل هو محيط حتى يقول لا يعقل ذلك؟ هل هو محيط حتى يقال بأنه لا يعقل ذلك؟ حسنا، نقول إذن يجب علينا أن نرجع إلى الحد نفسه كي نعرف بأن هذا غلو أو ليس بغلو. إذن نأتي الآن إلى رواياتنا كنماذج. قلنا هذه الروايات بعضها معتبرة وهي مستفيضة بل متواترة تواترا إجماليا من الرواية، وهي موجودة في أصح كتبنا أمثال الكافي الشريف وبصائر الدرجات وغيرها من الروايات عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كما في الكافي الشريف أنه سئل الإمام الباقر أو سأل يعني سعد الخفاف فقال هل يتكلم القرآن؟ فتبسم ثم قال رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم. الضعفاء يسلم، الأقوياء يفهم، الضعيف يسلم، هاي الفضيلة إذا كان الإنسان بمستوى عقلي راقي فيفهم المعادلة. أما إذا كان هو ضعيف معرفة فعليه أن يسلم مثل ما أنت تسلم نفسك للطبيب ما دام تثق به، فإما أن تكون مجتهدا وإما أن تكون مقلدا. بس الإنسان إذا مو مجتهد في حقل الغيب يعني ما يعرف موازين عالم الغيب فشلون ينكر أن الله أعطى هاي الفضيلة ولم تعطى؟ لأنه عقلي ما يتحمل، فلا يتحمل. ثم قال رحم الله الضعفاء، لطيفة ها، الضعفاء من شيعتنا. الضعف يلازم التسليم بهذا المعنى، أما إذا كان واعيا فاهما فهو مذعن باقتناع وباجتهاد مو بصرف تسليم لمجرد أن الإمام قد قال هذا الكلام. ولا مانعة جمع رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم. ثم قال نعم يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى. ثم قال عليه السلام يا سعد قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالنهي كلام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، تتكلم الصلاة ليس مجرد يعني بلسان حالها تنهى، هذا مجازها، الآية ظاهرها أنها تتكلم. فإذا كان محذور عقلي من أن الطاقة تتكلم فما يخالف، لكن شنو الإشكال أن الطاقة هو أصلا الصوت نوع من الطاقة. فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر. يقول شلون يعقل ذلك؟ شلون يعقل ذلك؟ شنو الإشكال؟ ذكر الله يعني سبحان الله، هذا ذكر الله أو لا؟ هذا هو نفس الله، هذا مذكر بالله، فشنو الإشكال في أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر عند الله من قولك سبحان الله؟ في إشكال؟ هل يلزم إشكال عقلي يعني؟ سبحان الله وذكر الله، سبحان الله يعني أنزه الله، فقولك سبحان الله ذكر لله ورسول الله صلى الله عليه وآله ذكر لله، وهذا الذكر أكبر من ذاك. أكو هناك محذور عقلي؟ أكو هناك محذور شرعي؟ نعم لازم نشوف هل دل دليل على ذلك أو لا. الرواية هي الدليل، بس واحد بمجرد ما سمع فد رواية يستغربها على عقله من مقاماتهم يرميها بالشذوذ يرميها بالضعف، هذا مو صحيح يعني علميا مو صحيح. فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر. الرواية الثانية الموجودة أيضا في الكافي الشريف والغيبة للنعماني وغيرهما عن الإمام الكاظم عليه السلام في قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال فقال إن القرآن له ظاهر وباطن فجميع ما حرم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره لا ننفي لكن نضيف كما هو في نعم فجميع ما حرم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور. إذن هذا معنى إضافي لذاك المعنى وليس نافيا، هذا ظهر وذاك بطن، هذا تفسير وذاك تأويل، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب فهو حلال وهو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق. نقرأ كلمة العلامة المجلسي ثم بعد ذلك نرجع إلى تلك الرواية نشوف كيف بعض الفقهاء رماها بالغلو
لهذه النكتة، يعني عدم الالتفات إلى وجود روايات أخرى بمضمونها وأن لها تفسيرا صحيحا. هذه الروايات تأويل وليست بتفسير، هي مكملة وليست بنافية. العلامة المجلسي يقول: ولكن فرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو، أي في تعريف الغلو، لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات. غريب على عقل غريب، عقل محدود. مثل إذا واحد يجي نقل لكم بأن فلان بطل، هذا حمل من الأثقال 1000 كيلو، أنتم ما تقبلون. غريب، الإنسان ما يستطيع أن يحمل أكثر من 200، 300، 400 كيلو فرضا، 1000 كيلو. هسه إذا كان الله قد خلق بدنه بهذه الطاقة الكبيرة ودل الدليل على ذلك، ما بي إشكال. الغريب لا يعني عدم الوقوع، كونه غريبا أعم من عدم وقوعه. كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قائم البرهان. إذن قد يكون بالقياس إلى عقلي وطاقاتي وقدراتي شيء غير ممكن، لكن بالقياس إلى شخص آخر ممكن وواقع. فلازم نكون نحن أبناء الدليل أينما مالد من نميل. فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم، أو من الغلو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك، مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة: لا تقولوا فينا ربا، وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. وورد أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. وورد: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، إلى غير ذلك مما مر وسيأتي. فلا بد للمؤمن المتدين، أقول بل العاقل، مو بس المؤمن، العاقل شأنه أن لا ينفي شيئا لا يعرف حدوده. إذا العلم الحديث أثبت بعض غرائب الأمور في الحفر السوداء، لمجرد أنه أستغرب أنفي ما يصير، أقول غاية أنا ما أفهم ذلك. فإذا كان هو مرتبطا بالغيب فرضا فأنا أسلم، لكن حيث هو بشر قد أخطئ قد يخطئ لا أسلم هكذا. فلا بد للمؤمن المتدين أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة. حسنا، الآن نأتي إلى تلك الرواية اللي كنا نريد يعني نجمع بينها وبين هذه الروايات. بعض الأعلام كما ذكرنا بأنه لاحظ هذه الرواية واستند إليها لنفي هذا المضمون. لاحظوا الرواية، رواية ظاهرها لمن لم يلاحظ سائر الروايات لكي يجمع بينها، خب يفيد هو الذي يقال، لكن خلينا نشوف هل الأمر كذلك أو لا. في مختصر بصائر الدرجات في النوادر إلى أن يصل، يعني يذكر السند إلى أن يصل إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال الرواية هكذا: كتب أبو عبد الله، لاحظوا الرواية جيدا، قال: كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى أبي الخطاب. والغلاة المشكلة هكذا، يعني ما هو غير واقع صوروه الواقع فضيعوا على الناس الواقع. كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى أبي الخطاب: بلغني أنك تزعم، لاحظوا، أن الخمر رجل. بعض الفقهاء استدل هاي الرواية، إذن هذا غلو، وبغفل أنه أكو روايات كثيرة أخرى معتبرات تؤكد هذا المعنى. خشلون ترك تلك وتمسك بهذه مع وجود تفسير لهذه الرواية؟ بلغني أنك تزعم أن الخمر رجل، وأن الزنا رجل، وأن الصلاة رجل، وأن الصوم رجل. ورواية بعد هاي، يعني الإمام ده ينقل عن ابن الخطاب أو أبي الخطاب: وليس كما تقول. هذا هنا موطن الشاهد في كلام الإمام، وليس كما تقول. نحن أصل الخير وفروعه، نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله.
وعدونا أصل الشر وفروعه معصية الله. ثم كتب كيف يطاع من لا يعرف، وكيف يعرف من لا يطاع. نحن الآن وهذه الرواية، والرواية ظاهرها صريح، الإمام يقول له وليس كما تقول، وش نسوي بالروايات الأخرى الواردة عنهم اللي هي أكثر عددا واعتبارا من هذه الرواية؟ ذا المقياس مقياس أيضا تعارض الروايات، تلك روايات كثيرة قرأنا الآن بعضها. الإمام عليه السلام يصرح يقول أنه فجميع، أن القرآن له ظاهر وباطن، فجميع ما حرم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو في الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب فهو حلال وهو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. الرواية الأخرى اللي قرأناها أيضا اللي سبقت على ذلك أنه قال فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال، صريحة بعد. إذن تلك الرواية تنفي، هذه الرواية تثبت. والفقيه ينبغي أن لا يلاحظ الرواية الواحدة في باب التعارض، عليه أن يلاحظ كل الرواية ثم يجمع. فعندنا جمع دلالي كلش واضح، أصلا في بطن هذه الرواية، في صريح الروايات الجمع الدلالي موجود. لكن قبل ذلك نقول توضيحا، تارة الكلام عن التفسير، تارة الكلام عن التأويل. إذا احنا فسرنا أقم الصلاة بعلي بن أبي طالب فهذا غلط. ليش؟ لأن أبو الخطاب ما الذي كان يريد أن يصنع؟ كان يريد أن يسقط كل العبادات، الصلاة الصوم الحج، يسقطها عن لزوم الاتباع والإطاعة والامتثال. شنو الطريق؟ الطريق التفسير، هذا الطريق الشيطاني. يقول بأنه عندما يقول الله تعالى أقم الصلاة، الصلاة هو اسم لعلي بن أبي طالب، هذا تفسيره. إذن نفى، فالإمام قاعد ينفي هذا النفي، قاعد ينفي التفسير ما ينفي التأويل. التأويل شو يقول؟ يقول لا، أقم الصلاة، أقم الصلاة، يجب عليك أن تقيم الصلاة، أي العبادة المفروضة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، لكن لها معنى باطن أيضا، مو مانعة الجمع المعنيين، فهو مضيف، فهو مثبت لمعنى إضافي في البطن وليس نافيا للمعنى التفسيري. فما أثبته غير ما نفاه ذاك، وما نفاه غير ما أثبته. ولاحظوا الشاهد موجود في الروايات، في الروايات نفسها. الإمام يقول عليه السلام أنه إن القرآن له ظاهر وباطن، فهذا الظاهر موجود، الإمام يأكد يقول موجود، وذاك الباطن أيضا موجود. فجميع ما حرم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره، مو مثل ما أبو الخطاب كان يقول، يقول الخمر حرام، الميت حرام، ما أدري الزنا حرام، مو المقصود بالزنا يعني، المقصود بأن تسمع كلام مثلا أبو بكر وعمر فرضا، هذا هو الحرام هكذا. فأما أن يزني ذاك البعيد والعياذ بالله ما بيشكال. الإمام قاعد ينفي هذا الجانب، يعني ينفي التفسير لهذه الروايات، لهذه الآيات، ولا ينفي التأويل. يقول فجميع ما حرم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو في الظاهر، ما تقدر تنفي مثل ما كان أبو الخطاب يصنع، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله في الكتاب فهو حلال وهو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق، إلى آخر كلام الإمام عليه السلام. الآن نرجع للكلام هنا، أبو الخطاب ما الذي قال؟ بلغني أنك تزعم أن الخمر رجل، فالخمر كان يقول رجل كتفسير مو كتأويل، إذن الخمر مو محرمة خلص، ذاك الرجل اجتنابه هو الواجب، الاقتراب منه هو المحرم، وأن الزنا رجل، وأن الصلاة رجل، وأن الصوم رجل، وليس كما تقول. شنو اللي كان يقوله؟ كان يقول بالتفسير مو بالتأويل. عندما نلاحظ تاريخا نشوف أيضا هكذا، هؤلاء الغلاة هكذا كانوا يقولون، كان يقول بالتفسير وليس كما تقول. بعدين الإمام الشاهد الآخر في الرواية موجود يأكد معنى أعظم من هالكلام، يقول نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله، هذا أعظم. يعني الصلاة الإمام صار هو الأصل، الصلاة صارت هي الفرع، فإذا المتمسك بهذه الرواية لنفي الغلو يتمسك بهذه الرواية فهذه تثبت عندهم ما هو أعظم من الغلو. الإمام يقول نحن أصل، ليس كما تقول، إذن تفسيرا وليس تأويلا، ولا التأويل الإمام يثبت ما هو أعظم منه.
نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله، فروعه طاعة الله من صلاة وصوم وحج وجهاد وخمس، هاي كلها فروع، احنا الأصل. وعدونا أصل الشر وفروعه معصية الله، كل زنا في الكون يحدث أو ما، هاي فروع من أولئك الطغاة لا أكثر. إذن نقول بأن الرواية عندما واحد يلاحظها واضحة، واضحة الدلالة على ما ذكرنا، وهناك قرائن أخرى كثيرة، لكن نختم برواية أيضا من أعلام المجلسي، وهي الرواية مفيدة وتؤكد هذا المعنى الذي قلناه. نعم، يقول الإمام عليه السلام الصادق عليه السلام: لعن الله الغلاة والمفوضة، فإنهم صغروا عصيان الله وكفروا به وأشركوا وضلوا وأضلوا فرارا من إقامة الفرائض. لاحظوا الفلسفة في الغلو شنو كانت؟ فرارا من إقامة الفرائض وأداء الحقوق. فكي يفر من أداء الفرائض شنو قال؟ قال: الصلاة رجل، وصحيح رواية، عشرات الروايات موجودة لكن لوى عنقها. قال مقصود الإمام من الصلاة رجل، يعني في تفسيرها رجل، فالصلاة بعد مو واجبة. الآن معدنا مع الأسف بعض من يدعي العلم ولم يؤت حظا منه، هكذا يصغر الأحكام الشرعية. في كلامه يقول بأنه المهم هو معرفة أهل البيت عليهم السلام، المهم هو هذه المعارف، أما الصلاة والصوم والحاج هاي الفقهاء جايين كاتبين فيها رسائل عملية وعشرات المجلدات من الكتب من جواهر وغيرها، فهذا يعني فشي ثانوي. الشيء الأصلي الأساسي هو هذا التصغير غلط، وهذا التصغير اتهام للمعصومين بأنفسهم. الروايات الموجودة حول الصلاة وحول الصوم وحول الزكاة في الوسائل، والفقهاء لم يصنعوها. أنت اللي تستند إلى الكافي نفسه في رواية المعارف، والكافي مليء بروايات الفروع والأحكام الشرعية، كيف تصغر؟ معصية الله الصغيرة منها لو استصغرها الإنسان هي كبيرة. وقد بلغني أن بعض العوام اغتر بكلام مثل هؤلاء فترك الصلاة خلاص. المهم هو معرفة أهل البيت عليهم السلام، هنا موطن الإنكار. كيف تصغر ما كبره الله ما عظمه الله؟ الأئمة عليهم السلام كانوا يواجهون مشكلة مزدوجة في ختام كلامنا، من جهة ناس ما يتحملون الفضائل العظيمة، ومن جهة ناس يلوون عنق النصوص. فلذا الإمام من جهة كان يذكر الواقع والحقيقة، ومن جهة ثانية كان يضطر لكي ينفي ما بظاهره نفي، لكن يضع القرآن على أن النفي مصبه هو هذا وليس ذاك، مصبه التفسير وليس التأويل. أمثل لكم مثال حتى شوي يكتمل البحث، ولو طولنا ما يخالف لكي ننهي به. هذا هو الذي صنعه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هل النبي يعلم الغيب؟ سؤال. هو الوهابي يستند بالقرآن نفسه، ما يعلم الغيب. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء. مو آية قرآنية؟ أليست آية قرآنية كريمة؟ ما الذي تقوله له؟ ذيك الآية الأخرى بالي لعل مضمونها هكذا: ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب. لا أعلم الغيب ونص الآية لا أعلم الغيب، يعني لا أقول لكم إني أعلم الغيب. هذا الإنسان الذي لم يؤت حظا من العلم يلاحظ ظاهر هذه الآية وما يلاحظ الآيات الأخرى، كما الإنسان اللي يلاحظ هذه الرواية النافية وما يلاحظ الرواية الأخرى المثبتة. عندما ينفي هنا فلاحظ أنه يثبت هنالك، فما هو وجه الجمع؟ وجه الجمع واضح، لا أعلم الغيب بالذات وأعلمه بالعرض، أي بالمنح، بالمنحة الإلهية، بالعطاء، بالفيض الإلهي، ممانعة الجمع. لا يعلم الغيب، فإذا صح أن يقول لا أعلم الغيب وأعلم الغيب. الجاهل يتصور التناقض فيرجح هذا على ذاك أو العكس، يأخذ بهذا دون ذاك أو العكس. أما العالم بالنكات، نكات الكلام وقرائن المقام والشواهد الموجودة في الآيات والروايات، فيعرف أنه عندما يقول أني أعلم الغيب ولا أعلم الغيب فله وجه جمع واضح. أني أعلم الغيب بإذن الله، أخلق بإذن الله، لا أعلمه من ذاتي ومن نفسي، كما تدل على ذلك الروايات والآيات وصريح العقل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
وهم راكعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.